أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما وقع هذه الأيام حزة في قلبي، لأن كانت واحد المقولة جميلة جدا وقيناها في التاريخ على أجدادنا وعلى طارق بن زياد اللي بغى يفتح الأندلس. قال واحد الكلمة حرق المراكب وقال لهم: البحر من ورائكم والعدو أمامكم، فأين المفر؟ أين المفر؟ الآن الآيات قامت، ولينا العدو من ورائنا والبحر أمامنا. هذا الشيء اللي وقع فيه الوليدات، لانهم هربانين من واحد العدو، العدو الخطير جدا هو ضعف العداله الاجتماعيه للاسف الشديد، الفقر، التهميش، بزاف الحوايج اللي خلاهم يهربوا ويمشيوا ويغامروا بحياتهم. جرى واحد الحوار بينه وبين واحد الوليد، كان هضر انا وياه، انا كيحسب ليا بان الدري ما قاريش وغير جاهل وغير باغي، عرفتي الكلمه باش جاوبني؟ قال لي: يا عمي سعيد، انا راه ماشي هربان على قبل الفلوس ولا، قال لي على قبل الكرامه ديالي. شوف دابا الوليد كيهضر على الكرامه، كرامة. قلت له: علاش؟ الحمد لله احنا بكرامتنا. قال لي: لا 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 عمي، ما تكذبش على راسك وتكذب عليا. قال لي: انت كفنان، شحال من فنان تعاونتي معاه وكنتي كتقولي انا خصني نعاونو الفنان الاخر باش نصونو الكرامة ديالو؟ شحال من فنان خدم حياته كلها وما لقيش لا فين يسكن؟ شحال من فنان كيدق على باب ديال وزير الثقافة وما كيبغيش يسول فيه، ولا وزير الاتصال، وزير الشباب، شاد ثلاثة ديال الوزارات، شنو دار؟ خلاني بوشبي صراحة، ما عرفت ما نقول. اللي عندك الصح فادي، ولكن الحمد لله كاين خير الامام، علاش ما نقلبوش ونشوفوا؟ قال لي: لا لا، العدو اللي حنا هربانين منه اللي خايفين منه، قال لي ما باينش، مخبى. وفعلا العدو اللي كاين عندنا خايب، لان طارق بن زياد كان عارف العدو ديالو شكون هو. العدو ديالو هما الاسبان، العدو ديالو هما دوك اللي بغى يفتح الاندلس، هما الكفار. اما حنا دابا كاين شي اعداء ما عارفينهمش، هما اللي دايرين ديك الباك صاحبي والكرش الكبيره، ودي من هنا وخذ من هنا والرشاوي وهذا، وخدم هذا وما تخدمش هذا، وخلي ولد الفقير يموت، وارا ولد هذاك اللي من جهه، وهذا الشيء تخرب الانسان اللي كنهضروا عليه ديما. حنا مثلا في الميدان الفني ديالنا نفس الشيء. انا السؤال اللي خصو يطرح الان، واللي بغيت الحكومه تطرحه، هل الناس اللي عاطينهم المسؤوليه ديال الشباب، وزاره الشباب، شؤون الرياضه، هادشي كله اش داروا؟ واش موضوع السؤال تيقولوا علاش وليداتنا كيهربوا؟ علاش وليداتنا باغيين يهجوا ويمشيو للبحر؟ علاش وليداتنا باغيين يغامروا بنفوسهم ويحرموا والديهم منهم؟ واطفال، عباد الله، اطفال، اطفال، انا كنت نخاف نخرجهم من دارنا. دابا ولا الدري صغير كيف انا كنت كنمشي نعوم في عين الدير، كتبان لي غير الموجه طالعه كنتخلع لان ما عارفش نعوم، وداخل معايا بجوج بوديزات بس زعما نبقى واقف. دابا هادو اطفال غاديين عباد الله، كي هادشي راه تيتخلع. شي واحد دابا دخل خرج من دوك السياسيين ديال جداش كلها وحده، وغادي غير تصارى، وشي وحدين هما اللي اثروا عليهم وقالوا لهم متفق معاك، ولكن السؤال اللي خصك تطرحو: علاش خليتي هادو كياثروا عليهم ويعمروا لهم دماغاتهم ويقول لهم اجيو هاجروا من بلادكم؟ علاش خليتوهم في التهميش وبرزتو وما ديتوهاش فيهم وهملتوهم حتى ولاو اي واحد كيجي كيستغل ظروفهم الماديه وظروفهم الاجتماعيه باش يدير بهم ما بغى؟ كاين حوايج اخرين خيب من هذا. عرفتي اش قال لي هذاك الوليد اللي هضرت معاه؟ قال لي: يا ولدي زعما واش انت ما تستغلش البلاد؟ قال لي: لا عمي، انا كنبغي بلادي وكنبغي صاحب الجلاله. اقسم لك بالله ذاك كلام واحد الوليد، قال لي: انا كنبغي البلاد وكنبغي والديا وكنبغي الناس، ولكن ما بغيتش نبقى كندور هنايا تنولي مجرم ونولي خيب ونادي بلادي. قال لي: اللهم بغيت نمشي باش ندبر على راسي ونرجع لبلادي بوشي حمر، غادي بواحد الحلم اللي هو ما عارفوش وما كاينش، ولكن حلم تبع عليه وغادي ليه. هذا هو السؤال اللي خصك توضعه يا وزير الشباب، يا وزير الشباب والرياضة، يا الناس اللي مهتمين بالشباب وبالأطفال، يا وزارة التضامن، يا قلق، تسألوا وقولوا اش واقع؟ هربتوا الفنانة، هربتوا العقول، هربتوا الناس اللي باغا تخدم في البلاد، هربتوا شحال من واحد، والان ولينا كنشوفوا وليداتنا واطفالنا. ما تقولش ليا بلي كل شيء كاين، راه حتى كلب ما كيهرب من دار العرس. هذا هو السؤال، خاصنا كلنا نجتمعوا، خاص الناس النزهاء اللي باغيين يخدموا في هذه البلاد وبغاو بلادنا تمشي بعيد، الناس اللي عندهم روح ديال المواطنه، الناس خاصنا كلنا نقلبوا على هذا العدو، على هذا الولد الحرام، هذا مسخوط الوالدين ديال العدو اللي ما كيبانش، اللي مخبع، اللي داخل ودير لينا هذه التخربيقه هذه، وبالك ينهش من هنا ومن هنا، واللي كل شيء كيهضر عليه. نهار غنعرفوا العدو ديالنا، ديك الساعه غادي نخليو البراح البحر وراءنا والعدو امامنا، وغادي نديرو بالكلمه ديال
طارق بن مزيان. الله يكون في عون وليداتنا، في والدين وليداتنا، الله يكون في عوننا جميعا.